من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذه المواجهة الثانية بتتكرر أسبوعياً مع ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل لنناقش معاه مجموعة من القضايا بمحاورها المختلفة. أستاذ أنديل برحب بحضرتك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك بخير يا فندم. خمس مشروعات مصرية نجحت في حصد جوائز كأفضل أعمال إنشائية في العالم، وتبع مجلة ENR الأمريكية الإنشائية، وهي تعتبر مجلة هامة في هذا المجال أو المجال الإنشائي بشكل أو بآخر. إيه أهمية حصول مشاريع قومية مصرية على جوائز عالمية؟ يعني ظهور المشروعات المصرية في إحصاءات هذه المجلة المختصة يعني بالمشروعات الإنشائية حول العالم والهندسية، أنا أعتقد أنه طبيعي، لأنه جزء كبير من الجهد القائم في مصر مركز في عدد من القطاعات، أولها قطاع الإنشاءات سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو بالإنشاءات مثل التي وردت في هذا الإحصاء. يعني طبعا معروف أنه ورد في هذا الإحصاء محطة علي منصور، ومحطة علي منصور هي محطة مركبة، يعني هي نهاية خط المترو الثالث، هي كمان بداية خط سكة الحديد اللي وصل إلى السويس، هي كمان فيها سوبر جيت لكل المحافظات، هي بداية خط القطار الكهربائي إلى آخره، وهي منشأة ضخمة جدا ونفذتها شركة طبعا مشهورة ولها اسم كبير في عالم المقاولات، هي شركة المقاولون العرب. كذا المشروعات الأخرى وصولا لمتحف محمود خليل وحرمه اللي جرى تجديده وتطويره، ومرورا محطة رياح رأس غارب، بمحطة رياح رأس غارب، وهي محطة أنشأها تحالف من القطاع الخاص، يفترض أنه عائدها سيصل إلى مع التطوير إلى 50 ميجا وات. طبعا إضافة للكلام اللي نفذته شركة حسن علام في القرى الجنوبية، قرى توشكا الجنوبية، والجهود الأخرى يعني. فالملاحظ أنه في طبعا جوائز أفضل عالميا وجوائز استحقاق، قرى توشكا وغيرها في الجوائز الاستحقاق، وطبعا مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنشأة ضخمة جدا. الدلالة الأولى أنه عالم الإنشاءات في مصر مزدهر بسبب دخول الدولة طرفا مباشرا في تمويل استثمارات عامة كبيرة جدا، ومن ثم هذه الشركات بمهندسيها وعمالها وجدت ما تعمل، وفي فرص طبعا للمهندسين المصريين في إبداع تكوينات هندسية في المباني وإلى آخره. الطاقة طبعا التي يشير إليها المشروع رأس غارب أعتقد أنها جزء كمان من نمرة 2 في أولوية اهتمامات الدولة المصرية هي الطاقة. معروف أن مصر في الطاقة الكهربية بأنواعها سواء التقليدية أو الحرارية أو الجديدة يعني وصلت ل 60 ألف ميجا وات، بما يتجاوز الاحتياجات المصرية تقريبا الضعف، هو في مخدرة على التصدير، إضافة لأشكال الطاقة النظيفة زي الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ميثانول وغيره. نعم. فهي تعكس يعني هذه تقدم هذه المشروعات على مستوى إحصاء دولي من هذا النوع، هو طبعا إحصاء غير رسمي، بس في النهاية المجلة لها سمعة طيبة مهنيا، فبتعكس طبيعة ما يجري في مصر، إيه القطاعات اللي بيجري التقدم فيها بصورة أسرع وتيرة. مهتم أسأل حضرتك عن المشروعات اللي حضرتك يمكن شايف أنها مؤثرة بشكل أو بآخر في تحقيق أهداف تنموية في 2022 في مصر. 2022 أنا طبعا من منظوري أنا مش الشخصي ولا حاجة، من منظوري لفكرة التنمية المطلوبة، أنا بفرق بين حاجتين، بين الأوضاع الاقتصادية وهي صعبة كلنا نعرفها، وفي الحكومة بتبذل جهود حلة أو الدولة لمحاولة التخفيف من وطأة أثر، وطبعا هي لها أثار، كل اقتصاد بيتأثر بحسب طبيعته يعني، بحسب جوانب المزايا فيه وجوانب النقص فيه. وطبعا أعتقد أن الكل أصبح الآن يدرك أن جانب النقص الحقيقي، مش النقص يعني، الجانب المهمل تاريخيا على مدى عقود طويلة مضت، مع هو جانب التقدم الصناعي وتحويل مصر إلى دولة صناعية. فأنا ملتفت أكثر لما جرى على خريطة عام 22 من مصانع الرمال البيضاء إلى
الرمال السوداء آسف إلى المصانع التي افتتحت أخيرا قبل ساعات، اللي هي المنشآت في أبو رواش، مجمع أبو رواش غازات طبية وصناعية تابع لشركة النصر للصناعة للكيماويات الوسيطة، وطبعا الكلام عن التوسع في العين السخنة وكذا. يعني الفكرة الأساسية عندي في التركيز، وطبعا هناك مشروعات أخرى زي المشروع اللي افتتحه رئيس الوزراء في مصنع المحركات تابع الهيئة العربية للتصنيع لصناعة طلمبات، ومحاولة أنه يبقى في اكتفاء ذاتي من الطلمبات، وتطوير عملية الصرف الصحي في إطار مشروع حياة كريمة وغيرها. 3000 طلمبة من هذا النوع مطلوبة، وفي تقدم بفكرة التصنيع الرقمي بما يزيد من طاقة هذه الصناعة سنويا. أنا ملتفت لده لسبب بسيط جدا، أنه إذا أردنا أن احنا أن نمضي على ما كنا عليه، وهذا يعني الحقيقة ثبت إخفاقه تماما وطبعا الثلاث سنوات الأخيرة سواء الجائحة أو غيرها، ظروف التي أثرت علينا وعلى غيرنا بس بدرجات طبعا، كل برغوت على قد دمه زي ما بيقولوا، احنا اتأثرنا بعمق لسبب بسيط، إن اقتصادنا، هيكل اقتصادنا الذي درجنا عليه في العقود الأخيرة، هو هيكل معتل، إذ يركز على الجوانب شبه الريعية، اقتصاد شبه ريعي، وتنقص فيه بتدرج. يعني لو جينا تابعنا 40-50 سنة اللي فاتوا، نزل مستوى الصناعة، صناعات دمرت أو صفيت أو بيعت أو إلى آخره. الاستعادة الآن مش استعادة أيديولوجية وليست حنينا إلى ماضي كانت في مصر، يعني لحد حرب 1973 رأسا برأس مع كوريا الجنوبية، كل الدول كانت بتحاول، وأنت لا تستطيع قياس مستوى جهدك إلا بمقارنة عالميا، يعني دعنا من القياسات المحلية دي. فاللي حصل إن احنا سقطنا ونزلنا من حالق إلى الفالق كما يقولون، وبنحاول نهوض مرة أخرى في السنوات الأخيرة. من هنا فكرة تحويل مصر، كل مصنع جديد هو الأكثر جدارة عندي بالاحتفاء من أي شيء آخر، حتى من المنشآت الضخمة وغيرها. يعني هذه ليست دعوة لترك الإنشاءات الضخمة، هذه دعوة لإعادة وضع الهرم على قاعدته. ليه؟ لأنه عشان الإحساس بالتنمية نفسها يصل لطبقات أوسع من الناس. التصنيع الشامل للبلد، وأنا حين أتحدث عن التصنيع الشامل على نحو أفقي ورأسي، لا أهمل جوانب أخرى من تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي كالتوسع الزراعي وغيره. لكن إحنا التقنية والصناعة تفترق عن الزراعة في إيه؟ في إنه في الزراعة أنت بتحاول استصلاح أراضي جديدة، وبتوفر المية، وبتوفر الأسمدة، وبتوفر. لكن الجوهري في الـ في الـ في الـ في, الـ في الزراعة، الملاحظة إنه في سقف لإمكانية التوسع في هذا المجال، تحكمه موارد المياه المتاحة وغيرها. مع طبعا مع التأكيد على أنه في مصر تجارب متقدمة في حسن استخدام المياه والمعالجة الثلاثية وغيره، لكن الشيء الرأسي الذي بلا سقف هو، وهنا بدمج أنا التقنية أو المنتج التكنولوجي أو البروجرامينج وغيرها مع الصناعة ومع استخدام الذكاء الصناعي في الصناعات الأخرى، الصناعة. بمعنى أنه أنا قلت أكثر مرة وأكد على ذلك، المشروع القومي لهذا البلد الذي يقاس جهد التقدم فيه هو التصنيع. طبعا لا يعني ذلك أنه كل الأشياء الأخرى، كل الأشياء متداخلة، وكمان لابد أن ندرك أنه مش بس الفارق الهائل بين الصادرات والواردات، وده تاعب الوضع في مصر عموما. نعم. يعني 90 مليار دولار في السنة بتستورد بقى حاجات كتير جدا. مش معنى ذلك انت هتغلق البلد على نفسك، لا، لابد من هذا الفارق الشاسع ينخفض، او فإما تقلل واردات يتزود صادرات. الدولة فيما يقال وفيما يردد الرئيس السيسي حتى بالأمس في الافتتاحات مصنع الغازات الصناعية والطبية أو محطة الطاقة الثلاثية في أبو رواش، الفكرة الأساسية أن الدولة لديها قوائم ب150 منتج يستورد ويمكن
نعمل عملية إحلال واردات. ونظرية إحلال الواردات كانت جزء مجرب من تجارب التطوير الصناعي. شوف أنت بتستورد إيه. أيضا نظرية الهندسة العكسية جزء أساسي. الفكرة الأساسية أن الصناعة هتعمل إحلال محل الواردات. وطبعا التطوير الزراعي كما قلت أنا لا أريد العودة، أنا لا أقلل من شأن ولا حتى أقلل من شأن الاقتصاد الريعي، ومع المعرفة بأنه معرض لتقلبات لا نهاية لها في عالم متغير وصاخب وبتحدث فيه أشياء صادمة كل يوم. وطبعا حاجة زي جائحة كورونا أو حاجة زي آثار الحرب الأوكرانية هي غير مسبوقة في العقود الأخيرة يعني، فمحدش يقيس على أنه والله كنا كذا. فالفكرة الأساسية أن الصناعة بتحل محل واردات، بتضيف للصادرات. ثلاثة، هي بتخلق من المجتمع القديم الراكد، طبعا ده كان حصل من قبل بس عودنا إلى ركود من جديد في المجتمع وترداد لأفكار خرافية وإلى آخره، إعادة خلق طبقة وسطى منتجة بتعامل مع الآلة وكفأة وبتصنع حتى الآلة. فده بيفك غربة الإنسان عن عصره، وبالتالي لما بيبقى فاهم هي دي اتعملت ازاي، غير انه بيتعامل معها كحاجة مغلقة كده، لغز، خرافة، كلام من ده، فيبقى سهل عليه انه يصدق الخرافات في كل المجالات. استاذ انديل، يعني ده اخر لقاء في 2022 مع حضرتك، والعام الماضي في نهاية 2021 يمكن كنت سألت حضرتك عن توقعات او قراءات حضرتك فيما يحدث او فيما سيحدث في 2022، ولن انسى حديث حضرتك عن روسيا وأوكرانيا والعمليات بالوكالة التي ستجرى على الأراضي الأوكرانية. لا يعني شوفي، أولا روسيا وأوكرانيا سوف يستمر طبعا الكلام إلى مدى يعلمه الله وحده، لسبب بسيط أنه الطرف المبادر لو الطرف الروسي ما كانش محدد أهدافه بصفة نهائية، كان أميل في البداية أنه يغلق الموضوع ويحصل على ضمانات أمنية بعدم دخول أوكرانيا حلف الأطلنطي أو غيره من الأحلاف. ثم بعد ذلك حين الواقفون وراء ستار أوكرانيا حرضوها على رفض هذه المذكرة التي توقعت عليها بالأحرف الأولى، جرى الانتقال لفكرة شرق أوكرانيا والمقاطعات الأربع. ثم بعد ذلك أنا أعتقد أنه ربما تكون هناك حملة في الشتاء، الشتاء ده يعني بداية العام القادم، فالحرب ممتدة لشهور في العام المقبل، وأثرها طبعا علينا واضحة. ولو أني أميل إلى ملاحظة أن بعض هذه الآثار لم تعد موجودة كما كانت في بداية الحرب. القمح على سبيل المثال هو احتياج مصري أساسي، مصر أكبر دولة مستوردة للقمح. القمح رجع باتفاق اسطنبول أو اتفاق البحر الأسود إلى مستويات تانية، ثم أن روسيا نفسها يعني أكبر دولة مصدر القمح في العالم. فيعني في النهاية أحيانا المحن بتمتحن الأفراد وبتمتحن العائلات والجماعات والأمم، والمحن أحيانا بتنطوي على منح فرص. أنا علينا أن نلتفت إلى أن العالم اللي بيتغير قبل حرب أوكرانيا وبيظهر في وهج نيران حرب أوكرانيا، هذا العالم ملائم جدا للراغبين في التقدم من أمثالنا. وقد تأخر وعد التقدم عندنا طويلا، وتم إدخالنا في متاهات بلا نهاية أنا أعتقد الآن، وبيثبت كمان يعني. فمصر طبعا تواجه أزمة كما غيرها، هي قادرة على الخروج من هذه الأزمة ربما بالطرق الكلاسيكية المعتادة يعني، لكن أنت كمان يبد أن تتطلع تبص لقدام، وعشان تبص لقدام مصر محتاجة وهي قادرة على أن تكون دولة صناعية كبرى. استاذ انديل سريعا، هذا حلم. هل في ساحات معارك جديدة في 2023؟ احنا شايفين بعض الاشتعالات يعني تهدأ وتمكث مرتها قليلة. استطيع ان اقول ان العالم يدخل عامه الجديد وهو في حالة تحفز. في تحفز حول تايوان، نعم، في تحفز في صربيا حول كوسوفا، في كما كسوف، وفي الوضع في أوكرانيا، نعم. لكن بصفة عامة في عالم بتوازناته، عالم قديم ينسحب، لا ينسحب إلى الظل، ويتشكل وضع جديد
علينا وإحنا نجحنا في ذلك عبر سنوات أن ندرك الحقائق الجديدة التي غابت عنا وغبنا عنها، لأن إحنا عملنا زي اللي نزل من قعر القفة لأربع عقود مضت. فإحنا نحتاج إلى هذه الفرص التي تتيح لنا الاستفادة من كافة الأطراف وإقامة سياسة متوازنة، لكن علينا وإحنا بنستفيد من كافة الأطراف أن نثق أنه لن يحك جلدك مثل ظفرك. علينا أن نثق في أمكانية تجميع هذه الطاقات وتكوين اقتصاد مختلف يعتمد على الذات ومعالجة أي تشوهات في وضعنا الراهن، لكي تؤهل مصر إلى الدخول بثقة إلى العالم الجديد وضمنه العام الجديد. كل عام وحضرتك بألف خير يا سيد أنديل. وانت بألف خير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الحليم أنديل.